القصة. كتبدا القصه، مرمى ضرب واحد الوباء خطير وخلى الطايح اكثر من نايت، والنايت كيقول اوه مون ديو هاد الوباء قتل تقريبا معظم سكان الارض وغير شي ناس قلال اللي قدروا يفلتوا، الاغلبيه ديالهم رجال. من بين هاد الناس دافو بنت وراق. في هاد الوقيته ما بقاتش شي حاجه سميتها القانون، واي واحد ضرب على شي حاجه عندك وكان صحيح عليك غاعطيها ليها معلم، بالخصوص الا كانت بنت. نيشو غيرك فاهم، بغى يدير تعمير الارض مره اخرى. المهم حيت داك كان كيخاف ياخذوا ليه بنته ويتكرفصوا عليها، ديما حارق لها شعرها، ملبس حوايج ديال الدراري وكيدعي راه ولد. نهار الاخر خرجوا للغابه يقلبوا على شي حاجه ياكلوها، نهارها كامله ولكن والو، الدعوه كتصفر. وهما راجعين للخيمه ديالهم ضرب داف على شي راجل كيدور بيها، تخبع راق ومشى سولو اش كيدير هنا وفهموا بلي الخيمه ديالو. الراجل اقتنع بالهضره ديالو وبغى يعوج، فهاد اللحظه ضرب على راق اللي خالفت الاوامر ديال باها وخرج من البلاصه في خبعها. حاول داف يقنع الراجل بلي راق ولد باش ما يطمعش فيها ولا يقولها لشي وحدين، ولكن الراجل قدر يعرف راه بنت. الحاجه الوحيده اللي خلاته يجمع راسه ويتحرك في حاله هي داف صحيح عليه، والا قرب جهه بنته يخلي ضربوه. واخا مشى الراجل في حاله، داف ما بقاش كيحس بالامان هنا. داكشي علاش جمع الخيمه ديالو، خدا مع بنته وتحركوا لبلاصه اخرى. يلا قطعوا مسافه قصيره، راك مرضات بزاف بدات كترد. وهنا اضطر الاب يخيم في ديك البلاصه باش يقابلها حتى تولي بخير عاد يكملوا. راك كانت خايفه بزاف تكون حتى هي مصابه بالوباء وتموت، ولكن فهم الاب اللي كاع الناس اللي حيين عندهم مناعه ضد الوباء. وهنا غيبدا يتفكر فاش يلا بدا هذا الشيء. وغنرجعوا فلاش باك، مراته كانت من المصابين بالوباء، عيا ما يحاول يقنعها تمشي للسبيطار تتعالج، ولكن ما كانتش كتبغي وكتقول ليه السبيطار عامر بالمرضى والاطباء حتى هما مرض، والا مشيت لتما غادي غير نتعذب. ملي ما قدرش يقنعها خليها تموت في الدار، هز بنته وتحركوا من تما باش ما تعاديهمش حتى هما. نرجعوا للوقت الحالي، ملي بدات راك كتولي بخير هز بالماتيريال ديالهم وتحركوا يقلبوا على شي بلاصه يجلسوا فيها. من بعد مده ديال الطريق ضربوا على واحد الدار في الخلق صدوها، دخلوا ليها بداو كيدوروا فيها وكيتفقدوها. كانت زوينه بزاف وعجبات راك، طلبات من باها يستقروا فيها ولكن رفضوا، فهمها بلي هاد البلاصه قريبه بزاف للمدينه ويقدر في اي لحظه يدوز شي حد من هنا، داكشي علاش خطر عليهم يبقاو. ملي لاحظ في وجهها بلي ما عجبهاش الحال وافق باش يدوزوا شي ايام قلال هنا موراها يرجعوا للغابه عاوتاني. وصل عندهم واحد الوقت ولات فيه الغابه اكثر امانا من دار وسط المدينه. اودي الهلا يخطينا مخزن، خدامين عاجبيننا والله يعزك ساعات القيد. راك طلعت تلعب في البيوت اللي الفوق، وداب راك يدور في الدار باش يامنها ويخبي على الاسلحه في حاله بانشيك حال الراس. نهار الاخر طلع داب عند راك القالب في حوايج ديال البنات، لقاتهم في واحد البلاكار، قال لها بلي جاوا زوينين ولكن خاصها ضروري تحيدهم. سبقها لبرا وهو مسنيها، لاحظ بلي تابعها ومازال لابسه داك الجاكيت ديال البنات. يا هاد المراه راه الا شافك شي حد داك الجاكيت غيعرفك بنت ويقدر يحيدك لباك. و المهم قنعها تحيدو وخداها يوريها فين خبع الشنطه ديال الطوارئ باش بحال وقعت شي حاجه تهزها وتعلق. موراها خلاها تلعب برا ودخل يصايب مخارج سريه باش بحال وقعت شي حاجه يلقى منين يهرب بنته. وهو خداز معها كتغوت، صاحب بنت تخلع وبرد ليه الما في ركابي، شدها بجريه وحده لعندها. سولها شنو وقع، قالت لي شي حاجه في المخزن. دخل يشوف لقى هيكل ديال المراه وبنتها ميتين المده هذه. المهم خدا بنته ورجعوا للدار نعسوا، والصباح مع فاقو طلب منها تبدل حوايجها باش يمشيو لمركز المساعده ديال المدينه ياخذوا شي اعانات. لبسات الحوايج ديال الدراري وشدوا الطريق، وصلوا للمخزن خداو داكشي اللي خاصهم، وملي سالاهم مشاو عند الموظف ديال المخزن يسجل داكشي. والموظف كيهضر مع ديف، لاحظ بلي راه زوينه بزاف لانها تكون ولد، ولكن واخا هكاك ما حكرش بزاف. دازوا على المكتبه خداو شي كتوبه ورجعوا للدار، تعشاو وغسلت راك سنانها ومشاو ينعسوا. في هاد الوقيته راه حدا بلي بنته ماشي حتى لهيه، سولها اش واقع وغنعرفوا بلي غير تفكرات مال اللي ماتت وخلاتها مازال صغيره. بدا داف كيعاود ليها عليها وغيبان بلي كان كيبغيها بزاف. دازت الليله والصباح فاق داف شد قهيوه وجلس يقرا، حتى لهاد اللحظه سمع شي صوت من برا، طلب بالو شي وحدين قادين الدار. ديك الساعه مشى كيطير البنت وجرها من الفراش وخبعها في البلايص اللي كان كيصايب البارح. موراها رجع سولهم من مور الباب شنو بغاو، قالوا لي بلي شافوه البارح في المدينه، عرفوا معاه شي بنت وجاو باش ياخذوها. داف كيسمع هاد الشيء طلع كيجري يجمع الماتيريال ديالهم، خدا معاه بنته وهربوا من الفتحه السريه اللي صايب البارح. من بعد مده ديال الطريق وصلوا لواحد الكنيسه، دخلوا يدوزوا فيها الليله وهما جالسين غيبان بلي راك خايفه بزاف. سولات باها واش دوك الرجال كانوا جايين يخطفوها، قال لها اه، وزاد خلعها شويه باش تعرف الخطر اللي موراها ودير مجهود كثر باش تخبع الهويه ديالها. ملي فاق الصباح قال داب بنته بلا يخرجوا من المدينه حيت ما بقى فيها امان. سولاتو فين غيمشيو، قال لها جدي عنده واحد الدار في الجبل نمشيو ليها حيت جات في بلاصه بعيده ومحال يوصل لها شي حد. شد الطريق هو بنته، من بعد مسافه ضرب على واحد الطوموبيل جايه، شير لها وقفات، كان صايقه واحد الولد كيبان ظريف بزاف، طلب منه داب يوصلهم معاه، قال لهم مرحبا، ركبهم وتحركوا. ولكن من بعد مسافه قال لي داب بلي شاف شي حد مرمي في الارض وطلب منه يوقفوا يعاونوه. الولد تاق بيه، نزلوا كيجريو، وملي بعدوا شويه على الطوموبيل قال لي داب بلي ما كاين حد، ودار هادشي غير باش يبعدوا على الطوموبيل حتى ياخذها ليه. بقى الولد كيشوف ولكن ما عنده ما يدير، الا مشى حتى قال شي كلمه غينفضوا ديف وغيدير الطوموبيل صحه. رجع ديف الطوموبيل ديمارا صلح فيه تما وتحرك هو بنته مع الدار ديال الجد. جات في ولايه اخرى طايح، كانت بعيده وصعيبه بزاف بالخصوص ملي وصلوا لواحد المنطقه ثلجيه واضطروا يسمحوا في الطوموبيل ويكملوا على رجليهم. بالرغم من كاع الصعاب اللي واجهتهم قدروا يوصلوا للدار ديال الجد، ولكن ملي دخلوا لقاو ثلاثه الشياب ساكنين فيها توم كالفن ولين. شرح لهم ديف بلي هاد الدار ديال جدو كان جاي باش يسكن فيها هو ولده، قال
توم نهار جينا للدار كانت منجورة، صلحناها جهزناها وهذه 3 سنين وحنا فيها. داكشي علاش راه ولات ديالنا، والحاجة الوحيدة اللي نقدروا نديروا معاك هي نخليك دوز عندنا شي أيام بين مركزي فين تسكن. الطريق ديال الرجوع كانت بعيدة بزاف وهما مازال عيانين، داكشي علاش اضطروا يدوزوا الليلة هنا. صباح فاق ضيف بكري، جرب انتم من الفراش بلا ما يحس بهم شي حد وطلب منها تجي معاه. خدا لواحد الكوخ بعيد شوية على الدار وقال لي بلا يخبع الشنطة ديال الطوارئ هنا في حالة وقعت شي حاجة. ملي رجعوا للدار لقاو كلشي فاق، سولوهم فين كانوا، قال لهم دايما خرجنا غير نتعرفوا شوية على المنطقة. المهم داز هاد اللعيبة حط لهم طومي فطرون وملي سالاه وخدا معاه راك ومشى عطى لاما تاكل. أما الأب غيكون جالس في الدار كيخمم شوية حتى غيجي عنده الطوم وغيقول لي بلي كتشفر اللي جاب معاه بنت. سولو واش بصح بنته، هنا اضطر الأب يعاود القصة ديالهم، قال لي بلي هادي بنته ومضطر يقول راه ولد باش يحميها. تعاطف معاه وقال لي بلي يقدر يبقى معاهم هنا هو وبنته، ولكن فوجات النظر ديالو حسن يمشي لنيويورك. سولو داف شنو كاين تما، قال لي ديك البلاصه مازال مسيطره على الحكومه وفيها الامر كثر، ويلا قدر يوصل بنته لتما فصافي ما يبقاش يخاف عليها حيت هما كيوفروا الحمايه للبنات اللي بقاو. الاب عجبو هذا البلان بزاف وقال لي بلي غادي يفكر فيه. النهار الاخر ملي فاق ديال طلب من الشرجم بانوا لي ثلاثه الرجال قاصدين الدار، مشى عند كالفن قالها لي وسولو شكون هادو، والو ما ردش عليه. ديك الساعه نزل بوحدو باش يعرف. يلا وصل الباب سمعهم دابزين مع طوم وكيقولوا لي خرجينا البنت اللي مخبأ، وغنعرفوا بلي كالفن هو اللي قال لهم على البنت. داكشي علاش ما تسوقش الاب من اللي جا عنده. طلع داف كيجري عند بنته جرها من البيت، دوزها من واحد الشرجم صغير وطلب منها تمشي تخبع في الكوخ اللي وراها داك النهار. اما هو فبقى عاصر تما حتى طلع واحد من العصابه معاه خرج راسه وقال لي اجي عليك نقلب، دراه وقرقله وخلى حبه مجبد تما وهرب باش يشوف طوم لقى الثاني قدامه. شبكها ما حتى هو بقى وضربها فيا ضربها فيه، ولكن في الاخير قدر صاحبنا يصفها ليه ونزل. ما وصل للسفيل لقى طوم وليمي مقتولين، كيعاوق فيه الحال بزاف حيت ما شاف منهم غير الخير، ولكن ما عنده ما يدير. فتح الباب باش يمشي عند بنته لقى الثالث قدامه كبتها معاه، ولكن هاد حفيان الراس كان مسخوط، عطاه لصاحبنا قتله ديال الكلاب وضربها ليه مقجه. بقى مزير عليه حتى قرب يقتلو، من زهر وصلت راه هز السلاح لقاتو في الكوخ تيرات في حفيان الراس قتلاتو وعتقات باها. داف كان واكلها بزاف، عاونتو ينوض خداتو للكوخ تما بقات كتعالج ليه الضرابي وناويين باش انفو يولي مزيان يتحركو نيويورك كيف ما قال لهم طوم. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهايه القصه. الى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك.